البروفيسور هشام شوتري نورمالمون عرفتني كي تشوف الوجه هذا ايمن معاك اونفا الحمد لله جاتني لوكازيون باه نشكر انسان عزيز وغالي بزاف خلاص عليا والعائله اون جينيرال. حكايتي مع البروفيسور هشام مش متعلقه غير بالطب اللي هو المجال تاعو. ملي كنت صغير في الابتدائي سي هشام لو طون هذاك نشفع عليه كان يخبي لابورس تاعو باش شرا ان بي سي الوقت هذاك بانتيوم 2 بالاك ولا 3 وكنت نمشي له للدار بحكم الحمد لله كانت عندنا فرصه انه تربينا معاهم مع البروفيسور هشام ومع اخواته ومع عمي محمد الله يرحمه وخالتي ساكنه. فهشام كان يخلي القرايه وريفيزيون شي على البي سي غير باش نلعب الموتو جي بي هكذا هشام نورمالمون. وبعدها في العلاقه الطبيه الاكبر بوان اللي ماركاني في الحياه هذه واللي ما ننساهش صح الفضل رب العالمين اولا وبعده هشام اللي راني واقف ونتحرك هي لو 29 جويي 2020 ليله عرفه صرا لي ان اكسيدون تحرقت وين شعل فيا ليسونس تحرقت كامل من يديا من رجليا راسي كانت كورونا. فوقت الحادث اول رياكسيون دارتها الزوجه تاعي انه رفدت الهاتف عيطت لخويا الكبير ارواح ايمن تحرق فطري كي العاده لازمنا نعيطوا للبروفيسور هشام شوتري. فاتصل به خويا السلام عليكم هشام ايمن تحرق راني هابط للسبيطار. هشام مباشرة قال له ارجع وين راك اديه للبنزل للدار دخلوا للدوش حطوا في لابينوار حل عليه الماء وخليه واحد ما يمس. مشات ليام على ما اعتقد الى ما نسيتش شهرين او ثلاثة كنت كما يقولوا بالعربية طريح الفراش وكانت من التواضع تاع هشام اللي كنت خيرك خويا ما نساهاش هذه انه بروفيسور يجيني للدار وينيطواي لي حاجك رجليا. فهو كان عنده البديل انه يقول شوفوا كان شانفيرمي يجيه للدار يدير له النيتواياج وخلاص. لكن انه يبروغرامي يوم على يوم يشقالي من المستشفى للمنزل كان بعيد تقريبا 20 كيلو مع الظروف اللي كنا فيها وكذا يجيني للمنزل يعيط لي في الطريق يقول لي راك نايض لانه كنت نشرب في ادويه اللي تقريبا كانت تفقدني الوعي باش ما نحسش بالالم. نقول له هيه لو طون نسمع به كنت نخاف هذه ما قلتها لك هشام نعاود نقولها لك كنت كي نسمع بك جاي دير لي رعشه لانه السطر هذاك الله لا يشوف فيه مؤمن ان شاء الله. يجي هشام يقعد معايا ينيطواي لي بيديه هادو يديا كان والله ما يتشافوا الصور راهم عند اخوتنا الصحفيين ما يتشافوش رجليا كيف كيف. العقل البشري يقول مستحيل انه الانسان هذا يرجع كيما كان. لازم نشكره كان ما عنديش فرصه ما لقيتش كيفاه نكون نلقاها بالفلوس نشريها لكن والله على بالي مال الدنيا ما يكفيش باه نجازيك والله باش نكافئك. فخلينا هكا الناس كل تشوفك 45 مليون جزائري وممكن العالم العربي وحتى خاوتنا اللي عايشين في ليترونجي. بروفيسور هشام شوتري الله يحفظك ويعطيك صحتك ان شاء الله ويبارك لك في زوجتك وفي مالك واهلك. على طاحت الدمعه انا تفكرت الالم اللي كان في رجلي وكيفاه نحاه الدكتور. بارك الله فيك والله يرحم والديك حي الميت والحي ويرحم الكاش اللي جابتك ان شاء الله. كون نجبت القواميس تاع الدنيا كل والله ما نقدر نشكرك. فنخليو الجزاء عند رب العالمين ان شاء الله. الله يجزيك عنا خير الجزاء ولا يوريك سوء لا في زوجتك ولا في اولادك ولا في احبابك. واكثر شيء اللي نقدر ندير وانا شخصيا انه نعطيك قبله من الجابين قيمه تاع الوالد. ربي يخليك ان شاء الله.